الله هذا انفجع. ثاني تعيب لك مفاجأة. كفو الجايب صدقني راح تنصدم. تعيب لك اكبر فقر الباتمان. ربي كفو يا ولد من اول استنى مفاجأة زي كذا. اقول لا تتحمس ترى مو هذه المفاجأة. اوف صح اني ما جبت لك باتمان بس جايب لك بني ادم. وات ايش اللي بني ادم؟ البني ادم هذا هو يوتيوبر بس قبل ما اوريك اياه ابيك تتوقع مين هو. اوه هذا جوك. طيب يلا بسم الله بدينا. اليوتيوبر او البني ادم طلع يدك. ها عرفني؟ لا. اوكي من حقك الحين عرفني هذا اليوتيوبر؟ عمي ما بعرفه من يده. برضو صح من حقك. طيب اليوتيوبر عطنا شوي كذا من راسك. اتوقع الان عرفت مين. عرفته دقيقه. كفو ها مين؟ فيرفول. عرفته من نظارته يا شيخ. كفو والله اني قايل الادمي هذا ذكي بشكل مو طبيعي. الله يسلمك حبيبي. عاد فيرفول اطلع خلاص يا عمي. فيرفول عرفته من نظارته يا شيخ. فيديو اليوم يا جماعة الخير برعاية مطعم وسط. حاليا يا اخوان انا موجود في مطعم مستر في الرياض تحديدا في مجمع شرفات الندى. المطعم غير انه يا اخوان يتميز باطباقه رهيبه جدا ومميزه. المطعم برضو يتميز بفعاليات ومسابقات يسويها على حساب الانستغرام اللي تابعه اكثر من 180 الف شخص. المطعم حاليا مسوي فعالية على حسابهم بالانستغرام مناوين بالفعالية هذه يوزعون اكثر من 200 فونكو بوب. طبعا اول مشارك المسابقة راح يكون لبوين. طبعا بالتوفيق ان شاء الله. بإذن الله هذا حلم حياتي. صورت صورة يا اخوان مع الفقرات هذه ونزلتها بحسابهم على الانستغرام. تقدرون تشيكون على الصورة هذه ومن خلال الصورة راح تعرفون شروط المشاركة في هذه المسابقة. بالتوفيق للجميع ان شاء الله. حساب المطعم وموقعه ومعلومات اكثر راح تحصلون تحت في صندوق الوصف. شكرا مستر على رعايتكم لهذا الفيديو. هلا وسهلا بجميع اخواتي الاخبار جزوين ان شاء الله كلكم بخير. اليوم معانا الشباب طبعا اصروا انهم يصوروا معي هذا الفيديو. يا شباب ما يحتاج خلوني اصور لحالك. لا مهم مشان النوم. مشان النوم الساعه 53 دقيقه يبغى يصور فيديو. اليوتيوب ما له وقت. الله قبل كم شهر يا جماعه الخير نزلنا فيديو كان الفيديو هذا عباره عن تخمين اليوتيوبرز وبهذاك الفيديو الخسران كان لازم ينزل ستوري على الانستغرام ويعلن انه قناته للبيع. اوه نعم. واليوم برضو الخسران راح يعلن قناته للبيع. الحقيقة أنا ما عندي مشكلة إني ما راح أخسر. حلو. أنا عندي مشكلة. إيش مشكلتك؟ ما بسوي تحدث. لأنك بتخسر شكلي. وعلشان كذا جبنا اليوم إخوان مو عقاب جبنا تحفيز. أخيراً. أول مرة أسويها بالقناة. أخيراً. ما أسوي عقاب أسوي تحفيز. الحين لما أنا أقول لك بتقول هل جالس تصور مع مستر بيس؟ لأن الشخص اللي راح يفوز في فيديو اليوم راح يكسب 100 دولار. لا لا هذا مستر بيست الحقيقي. هنا ابو رياض الفائز الحقيقي في هذا الفيديو راح يكسب 5000 درهم. رب الكعبه 5000 درهم ويش انا مجرب يا رب لك الحظ. اسمع والله العظيم اخيرا اخيرا فيديو حقيقي والله بشوف. ايوه دقيقه اسمع والله حقيقي والله رب الكعبه. اول سويت معاه فيديو يقول اللي يفوز ياخذ 1000 دولار. اخر شيء جيب له ورق حمام حق 1000 دولار والله ما فيها مقطع. لو ما جبت 5000 والله لا انزل ستوريات اقول فلوسي مو ستوريات والله مقطع كامل والله. اخوان انتوا ليش متحمسين؟ انا بشارك معاكم الفيديو واذا فزنا راح اخذ 5000 باذن الله. ما راح يفوزون. راح افوز انا واخذ 5000. ليش يا حسود؟ قول يا رب اخسر. هذا فكرة التحدي يا شباب. دون ما نطول زياده نبدا بالتحدي. الفيديو هذا مجهزه يحيى. يعطيه العافيه يحيى. شكرا يحيى. اوكي يا اخوان الفكره راح تفهمونها لما نبدا. خلونا نخش بجولة. شوفوا للتذكير كل واحد فينا له جواب واحد. جواب بعدين تقول كنت امزح. اوكي الله تربع. اي والله 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 اكثر فيديو اركز فيه في حياتي والله. لا ركز حتى انا. اوكي الله يسر يا رب مهندم. صوره بسم الله عرفتها صوره. بعد دقيقه وسام مروه. ايش دراك كيف عرفت؟ كاب لابسه على ورا هذه اذنه وفي امريكا. انا احسب مجرم جيمز سريع ما فاري احد خلاص. وسام مروه وسام مروه
اسامه مروه دقيقه انا الحين والله ما اذكر اسامه مروه قلت سامه اثنين جاوب مع بعض انا اول واحد قلت اللي يقول اول يا هو اسامه مروه يا شيخ عايش من الانستغرام انت 5000 باذن الله ما تطلع من جيبي باذن الله يا ابوي خلاص خله كيف جراك كيف حظك شنو واضحه شوف الحين مثلا الشباب اللي على جنبي الان شوفوا لو الحين قلت لك يا المتابعين اللي جنبي سهل بتقول معاذ مهند انا ايش الشباب عندهم اي كيو لو كان عندكم اي كيو كان عرفتوا والله اوريك الاي كيو الحين ترى ممكن كنت امزح انا صوره بسم الله جواب واحد اول واحد مين هذا دقيقه لا احد يستعجل جواب واحد فقط ننوش اوكي ننوش ايش والله ممكن صح من الشعر ننوش لا خلاص هو اللي جاوب ما يعيد خلاص ننوش والله ننوش مجرم جيمز اذا طلع خلاص انتهى سيد سيد انا قلت مجرم جيمز عادي قول اي شيء ايش دخل اوه حاط سيفين سفاحين صوره حلو ايوه خلنا على الصوره بلا اسئله بلا كلام تيم فيصل تيم فيصل تيم فيصل جولة خامسة سؤال الله يستر أفضل جولة يحيى أنا أقول شوف ليش قلت تب شوف ليش عشان إنه يحيى بيسويها إيه لا يحيى هو اللي سوى الفيديو هو بيحط نفسه بيحطك أنت بيحط نفسه لا صدقني هي يا بيحطه هو أو بيحطك أنت صدقني في النهاية بيطلع أنا لأنه أنا أفضل يوتيوب في العالم 2-1 شوف أصير 2-2 شوف أصير 2-2 طيب والله عمر فاروق جوابي اوكي دقيقه استنى كاد سبوكي تعال اوك فيلم كذا انا غلط طلولي الله يقلعك اي والله يقلعك ليه يا شيخ اسكت وانت والله يقلعك يا يحيى يحيى حبيبي انا انصحك من الان تفرع بالدم لانه الدم عندك ثقيل والله يا يحيى عجبتني هذه افضل نكته سمعتها اليوم كلهم ما يدين استمر وكثر منها عشان ما ياخذون نقاط صوره طيب شوف الرم بس كيف بس كيف والله اول واحد مع والله اول واحد والرب الكعبه اول واحد طبعا انت حتى لو انا قلت قبل الرب الكعبه اول واحد تبانا نوقف نحط الميموري في الكمبيوتر نشوف والله نشوف نسويها خلاص نسويها الان الحين والله دحين الان دقايق راجعين لكم يا اخوان اخوان قدر الله وما شاء فعل ابو هند اللي جاوب يس شيء اللي ما يعرفون الشباب الجولة الأخيرة بدال النقطة راح يكون في نقطة يصير خير والله قانون جميل كيفكم إذا تبون يصير خير قانون جميل أنا أشوف صار والله ما هم متفق عليه رافض إيش فيك أوف البنك حق رافض برضو غريبة ليش غريب طب اسمع الحين هذا الجولة كم سابعة باقي 8-9-10 إيه باقي طير جيب التعادل نتيجة كم 4-1-0 إيه لازم أجيبها كلها عشان تعادل بس لو تعادل المبلغ يتقسم على قسمين 2500 نوفر هذا النقاش اذا تعادل لا 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 إيه اذا تعادل إيه اذا تعادل انا خليني اجاوب وبعرف اسديها انس ابو رياض يا شيخ اقسم بالله بصر حمود والله قلت حمود انت ابو فله والكم 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 هنودي عبد الله النعيم يا شيخ عبد الله النعيم يا شيخ يا شيخ عبد الله النعيم مع واحد نكره والنكره هذا داعس عليك نكره قاعد يصور النكره يدعس عليك في شفت مهاره الاديت حطيت لك ميوت وما سمعوا انت ايش قلت شفت كيف هذه المهاره
صورة. يحيى أنا قلت قبلك. يا والله يحيى وربي جل. السلام عليكم يحيى، كيف حالك حبيبي؟ طيب لا بس الله يعطيك العافية، الله يهينك لو تقطعها. كيف؟ لا والله ما في سبب ولا شيء يا رجال، بس قلنا يعني نسوي شيء جديد باليوم بدل ما ندق نسأل عن أخبارك، تقطعها خير شر. دقيقة عندي اتصال ثاني من البنك. سبحان الله، السلام عليكم البنك، كيف الحال؟ حبيبي بغيت بس اسحب من حسابي 5000 ريال. ما في؟ غريبة، سبحان الله. البنك تواصل معي اخواني يقولوا ما عندي 5000. شكرا لكم يا البنك، اذا كنتوا تشوفون هذا الفيديو افضل بنك، راح احط لكم رابط البنك. اعلان البنك. شوف يا اخوان هذه هي الدنيا، لما انت تصور فيديو كنت متامل انك تفوز تخسر تسم. ماني حزين ولا شوف مريض، انا اعتبرك فايز، فايز بقلوب. الله طز بقلبك حبيبي. لا والله وانا من اول مسن يوم جميل في هذه السنه. والله هذا اجمل ايامي. والله كنت هذه اجمل ايام العمر، عشان كذا يا معاد بعطيك 3000 وانا باخذ 2000. والله تستاهل. والله والله صادق، والله صادق، والله 500 ترجع. لا 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 والله لا رابط عادي اذا بتحولوا عندي شيء. لا 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 ننتظرها منك. هذه اخره الواحد يسوي نفسه مستر بيست. كيف ما راح اجارك بولا تحدي، واذا كان في تحدي فيه فلوس باذن الله راح يكون فلوس مونوبولي باذن الله. موجود انا والله على قد كلمتي يا اخوان، فازوا بال 5000 باذن الله، ما راح يشدونها الان. هذه اول واخر مره باذن الله اسوي فكره زي كذا. يعطيكم العافيه على المشاهده، اشوفكم ان شاء الله على خير يا اخوان الفيديو الجاي. يا عبد الله مع السلامه. ان شاء الله كلكم تدخلوا الجنه، واللي مو اسلم يسلم ان شاء الله يا رب، عشان يدخل الجنه معنا يا رب. تكفى يا شباب اسلموا، والله الدنيا بسيطه. صدق فيك نهار وليل جو اللي فليك شارع وبيت ظبط كيف يا بتكلم بالجينز، انا مش شايف غير اسمع ترين، سامع وعارف ان احنا كينجز، واللي متضايق دق